يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد ضابط معروف للتفريق بين مسائل فقه العقيدة ومسائل فقه العبادات؟ ما يتعلق بالله عز وجل من الأسماء والصفات هذا من صميم العقيدة، وما يتعلق بالعبادات من ناحية الإخلاص لله عز وجل هذا من العقيدة، ومن ناحية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا من ناحية تجنب البدع والمحدثات. نعم.